السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني من مدرستنا. كيف حالكم يا صغاري؟ أدعو الله أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية. سأبدأ وبعون الله تعالى بقراءة الدرس الجديد من كتاب اللغة العربية النملة النشيطة. فهيا يا صغيري استمع جيدا لنص الدرس. النملة النشيطة. جمعت النملة الطعام وخزنته للشتاء. كان جارها الجندب يأكل ويلعب ويغني. قالت له النملة: اجمع الطعام ودع الكسل، الشتاء قادم. لم يهتم الجندب بكلامها. نزل المطر. دخلت النملة بيتها. جاء الجندب إلى النملة جايا، طلب إليها شيئا يأكله. أعطته النملة بعض الطعام. قال الجندب: شكرا لك يا عزيزتي، تعلمت منك فائدة العمل والنشاط. قبل البدء بطرح الأسئلة يا أحبائي، سأوضح لكم أن النملة حشرة تتكاثر بالبيض، ويتكون جسمها من رأس وصدر وبطن وأرجل، وهي نشيطة. والجندب أيضا حشرة يتكاثر بالبيض. سأبدأ الآن بطرح الأسئلة عليكم. السؤال الأول: لماذا جمعت النملة الطعام وخزنته؟ رائع، جمعت النملة الطعام وخزنته للشتاء. سأنتقل بكم يا أحبائي إلى السؤال الثاني: من كان يأكل ويلعب ويغني؟ رائع، كان جارها الجندب يأكل ويلعب ويغني. أما السؤال الثالث فهو: ماذا طلب الجندب إلى النملة؟ ممتاز، طلب إليها شيئا يأكله. السؤال الرابع: ماذا أعطت النملة الجندب؟ رائع، أعطته بعض الطعام. أما السؤال الخامس: ماذا تعلم الجندب؟ هيا يا صغاري. أحسنتم، تعلم الجندب من النملة فائدة العمل والنشاط. وبعد الإجابة عن الأسئلة توصلنا يا صغاري إلى الفكرة الرئيسية من درسنا، وهي حب العمل والاجتهاد، فبالعمل يتحقق الأمل. والآن سأوضح لكم معاني المفردات الجديدة الواردة في الدرس. المفردة الأولى هي خزنت، ومعناها يا صغاري ادخرت، كما في الجملة التالية: خزنت النملة الحب. أما المفردة الثانية فهي دع، والمقصود بها اترك، كما في الجملة التالية: قم يا محمد للصلاة ودع الكسل. ومعنى كلمة فائدة منفعة، كما في الجملة التالية: تحدثت جنى عن فائدة القراءة. أما المفردة الأخيرة وهي النشاط، ومعناها الاجتهاد، كما في الجملة التالية: الطريق إلى النجاح يحتاج إلى الصبر والنشاط. لقد ورد في درسنا أيضا بعض الأضداد مثل كلمة جاء، وضدها ذهب، وضد كلمة جائعا شبعان، أما ضد كلمة أعطى أخذت.